لك بيتك ناسك تعرفش حدا منهم، يعني لاول مره تخيل انه عندي اخوي وخوات واولاد عم تعرفش، لاول مره بدي اعرفهم. يعني اذا بمرق على الطريق ممكن ما اعرفهمش. حتى ما كانش عندي قدره كلهم تاع عشريه العلمة، ما خلونيش بتعرف، ما اعرفش، بدي اسال وينهم، بدي اسال عن بيتنا. ليست وحدها خيزران تتحرق لرؤية أقربائها، فهذه العجوز المقعدة وكنيتها أم وجدي تتوق لرؤية أولادها الثلاثة الذين خرجوا إلى سوريا منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف التعلم، واختاروا البقاء هناك بعد أن كون كل منهم عائلة. ومنذ ذلك الحين لم ترى أم وجدي أولادها، وها هي تذهب إلى سوريا للمرة الأولى. الله يدفع عن كل الشباب يا خالتي، خلي الشباب كله لأهلي، الله يهدي البال ويحسن الحيل كل أهلنا كان هون ولا هنيك. الأوضاع في سوريا لم تمنع هؤلاء الجولانيون من انتظار هذه الزيارة بفارغ الصبر، زيارة هذه المرة واجه تنفيذها صعوبة كبيرة، خصوصا بعد تردد وزارة الداخلية ولدواعي أمنية كما تقول بين الموافقة عليها وإلغائها، ولكنها عادت لتعلن موافقة مشروطة بتوقيع كل من هؤلاء العابرين إلى الجانب السوري على قرار تحذيره من المخاطر المحفوفة بالزيارة، أمر وإن لم يتردد هؤلاء الجولانيون بتنفيذه. بالنهاية إنها طبعا راح هي على وطننا، وهذا حق شرعي لكل مواطن عربي سوري من الجولان المحتل أنه يذهب لوطنه، كانه صغير ولا كبير، كانه متدين ولا غير متدين. وهون سلمونا ورقة، شيء مؤسف جدا أنه الكل إنسان بده يمضي أنه هو مسؤول عن حاله، وكأنه نحن رايحين على غور الأموات هناك. زي بيكورو ماني من مدريغاري شونا. هذه الزيارة إنسانية من الدرجة الأولى وموافق عليها منذ سنوات عدة، ناهيك عن الأوضاع في سوريا، فعلى العكس هنالك قلق كبير في الجولان حول ما يجري في سوريا، ناهيك عن عدم توافر المعلومات اللازمة، لذا فهذه الزيارة تتيح لهم معرفة ما يجري أكثر هناك ونحن كذلك. ملف الجولان على الرغم من تقادم الأحداث وتسارعها على صعيد ملفات التسوية جميعها جديدها وقديمها، لا يزال قضية منسية في عبق الذاكرة، ما يزيد من المعاناة الإنسانية المتواصلة التي تطال أم وجدي وغيرها من العائلات المشتتة بصورة خاصة. على الرغم من تنامي قلقهم حيال الوضع في سوريا، وعلى الرغم من إرغام وزارة الداخلية على توقيعهم على قرار التحذير من المخاطر المحفوفة بالزيارة، لم يتوانى هؤلاء الجولانيون من نساء وشيوخ عن السفر إلى سوريا، ترافق كل منهم آماله وأشواقه في رؤية الأهل في بلد يتواجد اليوم على المحك. فكيف ستكون الزيارة وما سينتج عنها؟ الجواب نعرفه فقط عندما يعودون. من معبر القنيطرة في الجولان، وفاء يوسف، اليوم على الحرة.